أخبار الناشئين في الصحف والمواقع. صحافة الأشبال. وأول أخبارنا النهاردة، زد يدعو الثلاثة الكبار في دورة قوية لبراعم كرة القدم. الخميس منتخب الشباب يواجه المحلة وديا، كل التوفيق للكابتن ربيع ياسين والجهاز الفني المعاون. منتخب الشباب يطير إلى تونس 12 ديسمبر ونائب الخماسية الدكتور جمال محمد علي رئيسا للبعثة. السعودية تطلب استضافة منتخب الشباب وخوض وديتين يومي 7 و10 ديسمبر قبل انطلاق بطولة شمال أفريقيا. كابتن ربيع ياسين ينهي أزمة ثنائي دجلة ويقرر عودتهما لمعسكر منتخب الشباب كريم محمد وأحمد شريف. دي كانت كل أخبارنا في أخبار الناشئين في الصحف والمواقع.